استني، حتى حكايه الحمل ما كانتش حاجه مستحبه خالص بالنسبه لي، يعني دي اللي بدات بقى المشاكل الحقيقيه. كشفت الفنانه سماح انور سبب اخفاء زواجها الوحيد وانجاب ابنها الوحيد ادهم، وادعاها بانها تبنته وندمها على هذا القرار الذي اتخذته. وقالت خلال لقائها في برنامج اتس شو تايم مع الاعلاميه هبه الاباصيري والمذاعه عبر فضائيه سي بي سي: انا لم احب زوجي، ولكنني كنت اشعر بالراحه معه، ولكنه احبني، وكان سبب اخفاء زواجي منه تلبيه لرغبه والدي. واضافت: تزوجت في فتره كنت ناجحه فيها فنيا جدا، ووالدي كان يرى ان الزواج سيعطل مسيرتي الفنيه، كما كان يتوقعان ان هذا الزواج لن يستمر كثيرا، كما ان نقطه حملي منه كانت صعبه جدا عليهما. واضافت: الاعلامي محمود سعد كان صديقي جدا، وكان في بيتنا ولم يكن يعرف شيئا عن ابني، وفي نهايه حلقه كنت معه كان في سؤال ان اصرح بشيء لم اعلن عنه مسبقا، وجدت انني لا استطيع كتمان الامر اكثر من ذلك، وقال لي اخر سؤال: ايه السر اللي محدش يعرفه؟ قلت ان ادهم ابني وليس متبنى، مؤكدة ان نجلها كان يعرف ولكنه لم يكن يصدق. عملت في مقلب كبير جدا وانكرت وجود ادهم الى ان كبر، وفي المدرسة كانوا يقولون له: هذه ليست والدتك. واختتمت سماح: محمود سعد بعد الحلقة ما خلصت اتخض وقال لي: وازاي انا معرفش، وكنا هنخسر بعض بسبب الحلقة دي. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة، تابعونا.